سلطة الخيار، يكفي 4 أشخاص. المقادير: حبتا خيار صغيرتان مقطعتان إلى شرائح رفيعة. للصلصة: 3 ملاعق طعام زيت زيتون، 2 ملاعق خل الأرز، 2 ملاعق صغيرة زنجبيل طازج مبشور، 2 ملاعق صغيرة سكر بني، 2 ملاعق صغيرة عصير ليمون، 2 ملاعق صغيرة صلصة الصويا، 3 أو 4 أوراق نعناع طازج مفروم ناعما، رشة ملح ورشة فلفل أسود. طريقة التحضير: نضع في مرطبان زجاجي صغير زيت الزيتون والخل والزنجبيل والسكر وعصير الليمون وصلصة الصويا والنعناع والملح والفلفل، نغلقه بإحكام ونخضه لتختلط المكونات معا. نضع الخيار في وعاء ونصب الصلصة فوقه ونقلب معا بلطف لتختلط المكونات.